السعادة والفخر والإعجاب اللي حسيت بيهم النهاردة دي مشاعر مش هقدر أوصفها بسهولة. الصبح أنا كنت ضمن المدعوين لحفل خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل اللي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصة للتعليم التفاعلي لتأهيل الشباب وتدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، التكنولوجيا اللي بتشكل ثورة في المستقبل، واللي مش متفاعل مع هذه الثورة ولا بيستخدمها هو ده اللي ممكن نطلق عليه الأمي بجد. أمية القراءة والكتابة انتهت من زمان، عشرات الشباب المبدعين والمبتكرين والمخترعين خلوا مصر تحصل على المرتبة الأولى في تقرير مؤسسة اي تي كيرني العالمية لعام 2017 في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمرتبة الـ 14 على دول العالم كمقصد لصناعة التكنولوجيا. عدد خريجي المبادرة وصل إلى 5000 شاب من مختلف التخصصات، مئات التطبيقات الابليكيشنز على التليفون المحمول تخلي الحياة في منتهى السهولة والدقة واليسر. نماذج ناجحة جعلت الرئيس السيسي يوافق على إنشاء 7 مناطق تكنولوجية، 4 انتهى العمل فيهم و3 هيتم افتتاحهم إن شاء الله قريبا. الرئيس أيضا وافق على زيادة التمويل المقدم للبرامج ديا ليصل إلى 400 مليون جنيه. طبعا